ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده في مطبخ سلمى هنعمل مع بعض كفته الفراخ بطريقه سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدا مع بعض. معانا كيلو من الصدور، ومعايا معلقه ونص كبيره من بهارات الفراخ، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه من الفلفل الاسمر برده معلقه كبيره، نص حزمة من البقدونس مقطعينها وغسلينها، ثلاث بصلات متوسطين. هنعمل ايه؟ هنقطع الصدور اللي معانا دي، تمام، وهنحطهم في الكبة ومعاها كل المكونات دي. خلاص هروح اعمل الخطوة دي وارجع لكم تاني. ادي الفراخ بعد ما ضربناها هي والمكونات اللي عرضناها مع بعض في الكبة، تمام. اهي شايفين بقت ناعمة كده وحلوة، ريحتها حلوة قوي. هنعمل ايه بقى؟ هاجي كده اخد حاجة كده بسيطة من البيكنج باودر، يعني حوالي مثلا نص معلقة صغيرة او اقل كمان، عشان بس ايه ما تبقاش مكتومة. خلاص هبتدي ان انا اخلط كده المكونات كلها مع بعض وهدخلها التلاجة، يعني تفتح العجينة دي، تفتح كده الخطوة دي تفتح نص ساعة. اهو قلبنا البيكنج باودر كويس قوي. طبعا الخطوة دي اختياري، مش اجباري انك تعمليها، يعني ممكن تبدليها بالبيض لو انت عايزة، بس هي فكرة البيكنج باودر والبيض ان هو بيخلوها مش مكتومة منفوشة. اهو خلطناهم كويس جدا مع بعض. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنسيبهم في التلاجة زي ما قلنا. الخليط ده يرتاح نص ساعة، هدخله بقى التلاجة وهرجع لكم بعد ما يكون اخذ وقت. ورجعت لكم تاني بعد ما الكفته اهي حطيناها في الثلاجه نص ساعه وارتاحت، طبعا يعني خدت وقتها حلو. خلاص الخطوه بقى اللي بعد كده هنعمل ايه؟ ده القالب اللي انا هحط فيه الكفته. طبعا انا عشان وقت الفيديو مش هعمل الكميه دي كلها مع بعض معاكم يعني، بس هوريكم جزء وهوريكم بعد كده شكلها بعد ما خلصتها. خلاص اول حاجه هجيب كده نقطه من الزيت وادهن بيها الجوانتي، او لو ما عندكيش جوانتي هتدهني ايدك. خلاص هياخد جزء كده من كفته الفراخ بتاعتنا، شايفين؟ هتشكليها بقى زي ما انت عايزه، عايزاها دواير مثلا، عايزاها كده صوابع زي الكفته، ما فيش مشاكل، يعني شكليها زي ما انت عايزه. عندك القطاعات بقى اللي هي بتاعه الاطفال دي، الدبدوب والنجمه والحاجات دي برده اعملي بيها، ان الاطفال بيحبوا الحاجات دي. اول حاجه بعد ما صبعتها هنزلها في الدقيق اهو بالشكل ده، وبعدين هنزلها في البيض كده، وبعدين احطها في الفيجيتار. خلاص وبعدين هرجع احطها هنا، هرصصهم بقى كده في الطبق او في العلبة اللي انا هشيلها في الفريزر او اللي هتعمليها في نفس اليوم. شوفي هتشيليها في ايه اهو. خلاص هكمل بقى الصف ده اللي من تحت ده وهرجع لكم تاني عشان اقول لكم انا هعمل بعد ما اخلص الصف ده انا هعمل ايه، عشان انا الكميه اللي انا هعملها دي انا هخزنها في الفريزر، يعني هحطها في الفريزر. تمام انا اهو خلصت اول جزء اللي هو اول طبقه كده في القالب البايركس ده. فالخطوه بقى اللي بعد كده هتعملي ايه؟ هتجيبي شريحه كده من هي اللي بتاعت الاكياس، انا ما عنديش الشرايح الجاهزه حقيقي، فانا بجيب الكيس وبقطعه كده، افتحه كده وبقطعه. هنعمل ايه؟
هنحطها كده يعني كل طبقة هنخلصها هنحط عليها شريحة كده من الكياس اللي هي النايلون دي، وهاجي كده بالفرشة اهو هدهنها بالزيت. هدهنها بالزيت ليه بقى؟ عشان طبعا انتي مش كل الكمية اللي انتي هتعمليها هتستخدميها، تمام؟ فدي هتسهل عليكي ان انتي تعرفي لما تيجي تاخدي يعني وانتي بتعملي، انتي هتسهل عليكي ان انتي تعرفي تاخدي من اللي انتي عايزاه الكمية يعني اللي انتي عايزاها. خلاص اهو هتبتدي بقى ان انتي تحطي، هنشكل الكفتة تاني وهنحطها فوق اللي هي الطبقة المدهونة بالزيت، وهكذا كل بقى طبقة هنخلصها هنيجي حاطين فوقيها الكيس وندهنها بطبقة من الزيت، وبعدين نعمل برضو فوقيها الطبقات التانية. خلاص عشان خاطر الكمية معايا كتير فأنا هخلصها وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت الكمية كلها اهو، شايفين ريحتها حلوة قوي. بصوا بقى انا هحطها هغطيها كده طبعا، وهغطيها بالغطا بتاع البايركس ده وهدخلها الفريزر. انا بطلع منها وقت ما بحتاجها على طول، مش بخليها تفك الاول وبعدين ان انا احمرها، لا بهدي النار كده، ما بخليهاش مثلا ولا النار هادية عليها قوي ولا علي عليها قوي، وببتدي ان انا اخدها واسيبها 5 دقايق كده واحمرها على طول. خلاص جربوها وان شاء الله هتعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ سلمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.